فالصورة والجسم ليست هي محل القبول والرد، إنما ينظر إلى قلوبكم وما حواها من إيمان وصلاح واستقامة وهداية وخير وفلاح ومحبة للخير وزكاء وسلامة من الآفات، من الكبر والعجب والرياء والاحتقار وغير ذلك من آفات القلوب، من الشرك والنفاق والبدعة وسائر الآفات التي تهلك القلوب أو تعيقها عن كمالها وصلاحها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.